الحقي قبل رمانة الحقي. ايه في ايه يا بيت؟ افندينا وصل والواد براءة بره بيغلي وشكلها هتبقى ليلة تاني. الواد بره سكران تينا وحالته كر. طب وخميس عمل ايه؟ ولا عبره وتنه يهري وينكت في نفسه. خميس استحل اللعب وعمال ياكل عيش على الواد ده، والبعيد التاني دماغه طاقة والحمقة واخداه، والخمرة هولة والليلة طويلة. ربنا يستر. هم متدار تكره تحب تخفي وتدار وتشيل همومك وعاد تحكيلي اللي بايع واللي شان حب داري اكره وداري لازم تعيش والهم متداري وتشيل همومك انت بتضحك يا خميس؟ ده الواد خارج الشر بيتنطط من عينيه، شكله مش هيعديه. والله بقى اللي يمشي شمال
يستحمل تقليب النور. انت بقيت عامل عقده للواد ده، مره تعوره ومره تحزمه وتنقطه، مش عارفه المره الجايه هتعمل فيه ايه. هصلح غلطتي واتجوزه. هذا الكلام جه على الجرح. لم الدور يا خميس، مش طالبه تسيح. ها يا حبيبي يا حبيبي. يلا حبيبي اقوم انا عشان لسه عندي نمره تانية. بالسلامه يا جديد، بالسلامه. يتوب علينا ربنا. بقول لك ايه؟ ايه؟ هتروح معايا مش كده؟ ليه؟ الليله دي ليله المتر، ما اقدرش احرمه من حقه الشرعي. عريس بقى يا ستي. يلا بالاذن. وراك وراك وراك. هزر هزر هزر، شوف مين هيخرجك من البلاوي بتاعتك. احلى بيره الاحلى افندينا. انا مش فاهم ايه غيتك في دماغ البيره دي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يا ابني البيره دي الشعير ومفيد جدا للكلو. اه فاكرين الدكتور اللي قابلناه ده اللي قال سهر معانا وقال لك الضرورات تبيح المحظورات؟ اشربوا بيره، البيره مفيده للكلوه صح. اهو يعني علاج كمان. بس انت عمرك ما شكيت من الكلوه فندينا. الوقايه خير من العلاج ولا ايه؟ ايه ايه الوقايه ايه؟ لا 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 الوقايه ايه؟ خير من العلاج. الروبوت هنا، ما انا كنت بختبرهم. يا كبير في ايه؟ المعلم براء مش لازم يروح الكباريه ده تاني. ما تنجز اطرش في بطنك من غير لك، قول خلص. خميس افندينا علم عليه وخلاه له مؤاخذه مسخه وسط الخلق. وتعارك معاه تاني؟ يا ريت يا كبير، ده حزمه ورقصه ونقطه، والمعلم براء زي ما انت شايف مع عم شرب. اه يا واطي يا ابن الكلب. لا حوف اوتو. أمرك يا كبير. خلف عار. تقديرك يا خميس. وشرف الغريب ورحمته تقديرك يا خميس. يا أخي تنيل كانت 60 نيلة. ابني إيه؟ ابني إيه؟ تقديرك يا خميس. مضمون ازاي بقى يا دكتور مغاوري؟ اصل امبارح يا باشا قلبته في كمين كده من واد فرفور، يبقى اكيد اصلي. يا نهارك اسود، انت بتقلب الحرز؟ انت اديتني الامانه يا باشا. وده بتاخده بقى كل يوم؟ ها لا باشا، كل يوم ايه، ده وقت اللزوم بس. الجماعه يعني هعمل ايه يا باشا؟ الحمل بقى تقيل. يعني ايه؟ يعني يا باشا الواحد ما بقاش لاقي حتى اللقمه عشان يتقود بيها اليومين دول، هنعمل ايه؟ وده اللي بتتقود بيه بقى بدل اللقمه؟ اتفضل. مش استنى استنى. شكل الحكايه ولعت على الاخر ما بين عيله ابو سنه والنوح. مالك يا باشا؟ في حاجه؟ في حاجات يا علي، حاجات كتير قوي. تاخدوا بعض انتوا الجوز وتطلعوا على بجاش المر وتقولوا له على اللي اتفقنا عليه بخصوص حدوته بدران. بخصوص حدوته مين؟ بدران. عايز الموضوع يخلص في اسرع وقت ممكن ومن غير نقطه دم واحده. من غير ايه؟ نقطه دم واحده. انا خدت صورتها من متر بدران وخدت سيرك. حلو، اطلع بقى على هناك واديهم له وهو هيتصرف. مش عايز حد منكم يتلطف فيها.
احنا داخلين على مصلحه خطيره ومهمه ومش طالبه لمش. طمن معاليك. سلام سلام. يلا اتكلوا على الله، امسكوا ايدين بعضيك وانتوا بتعدوا. صباح الخير يا خميس. كلنا خير. انت بعت الزوز والمضني في حته؟ لا مصلحه صغيره ومش هيعوقوا. انت عايزهم بس عشان يبصصوك على الترتيبات اللي عملناها للسفريه. هنبص ولو ان بعديك يا خال، ما ينفعش حد يبص. كان زمان بقى. عيب يا خال، ده انت الاصل. قهوتك يا سيد المعلمين عملتها لك بايديا دول، بميه ساقعه على نار هاديه لما خلاص استوت. طب خلاص شكرين، روح انت يا شوق. طب مش لازمك اي حاجه؟ مش لازمني حاجه يا شوق. يوه نسيت اصبح على افندينا. صباح الفل. صباح الخير يا مرات الخال. ايه مش صبحتي؟ يلا بقى ورينا جمال خطوتك. انا قلت يعني يمكن يكون لازمكوا اكله بعينها، ولا نفسكوا رايحه على حاجه حرشه، ولا حاجه سمينه ترموا بيها عضمكوا. جرايا شو ما تعملي اللي تعمليه. يوه هو انت يا اخوي على طول قافش عليا كده؟ شاهد يا سي خميس، خالك على طول قاسي عليا كده، يرضيك؟ يتوب علينا ربنا. يسمع منك يا رب. نسوان دلعها مرق. انت تحمد ربنا ان مراتك خارصه. كانت لازمك قوي يعني الجوازه دي يا خال. ها؟ هي تبان كده، انما هي والله غلبانه ومنكسره. ما هو باين انها منكسره. انا سمعت انها هجت من البيت. بدل المرة اتنين. اه بس بترجع. نعم. ربنا يكفيك شر ربطتك بحرمة. تعرفش يا اخي زي ما تكون عاملة لي عمل. اه والله ساعة ما تسيب البيت احس ان روحي بتتسحب مني ما بتعرفش ليه. طب اشرب القهوة. اشرب اشرب حاكم القهوة، ما بتبرد بتصيص. اه يتوب علينا ربنا. هاتها جمال يا رب. يا حلاوتك منك له يا حلاوتك. افندينا رجع الملعب واتطمنا على الكاس. كان بودنا ان احنا نقوم بالواجب دوت، لكن افندينا كان ليه راي تاني. اللي انت بتقول بقى يا كابتن. افندينا كوتش محترف وعارف مركز كل واحد فينا ايه. طول عمره ما يحبش الاحتياطي. قول له علم وينفذ. حصل. وقلنانو قبلك. سلام سلام. مطني. نعم. عالكو حسن يعديك. ثانية رش مطهر بسرعة. ترجعت للبلاوي دي تاني؟ انت مال اهلك انت يا براء؟ انت كده هتموت نفسك. ده احنا ما صدقنا انك تبطل. ابطله؟ ما بطلوش، مالكيش فيه يا ابني. انا خايفه عليك. ما تبلي ريقه بيت بكلمه حلوه. ممكن احس ان انا متجوز ولا حاجه، بدل ما انت منشفاها علينا كده. يا بنت ليني شويه، حني شويه. حرام عليك يا مطره. برا ولا يا معلم؟ رجعت تضرب تاني؟ انا ما بضربش يا معلم، دول شويه زكام يعني عشان الشرب. عارف لو رجعت زي ما كنت انا مش هدخلك مصحه ولا هدور لك على علاج. انا يا دوب هرميك بين الضريبه تبقى خدام القعده بعد ما كنت المعلم. ما هو كله بكيفك يا معلم. أنا
بعمل كده عشان ابلع اتفاقك مع الباشا واعديلك موضوع افندينا. ريتو بكيف يا ابن النوح. انا عارف انه مش بكيفك يا حاج، ده كيف الباشا. يا افهم افهم، احنا مهما كنا كبار في الاخر قد كده قصاد ناس تانية. الناس دي علشان يسيبوك تاكل عيش لازم تبقى تحت طوحهم. يا دايرة كبيرة قوي، أكبر من الدنيا ذات نفسها. وعلى رأي المثل يا معلم، إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، وده مش جديد عليك. المرة اللي فاتت حطيت ابنك تحت رجلين الكل وراح فيها، يا ترى المرة دي هتحط ابنك التاني تحت رجلين مين؟ ربنا ما خيبش ظني فيك يا بدران، وطلعت راجل بجد ورفعت راسي قدام أهلي وقدام الدنيا كلها. وحياتك يا قلبي هفضل العمر كله خدامة تحت رجليك، وابنك ولا بنتك لازم يطلعوا زيك، وهفضل طول عمري أحكي لهم عن شهامة ورجولة أبوهم، وأقول لهم ما يصدقوش كلمة واحدة وحشة تتقال عنك. بدران أنا بحبك قوي. وانا كمان كنت بحبك قوي ولسه. ده انا من كتر سعادتي عايز اتجوز تاني. وفي احلى من الجواز؟ عارفه انا من مكان هنا بنصح كل صاحب مكتب انه يتجوز السكرتيره بتاعته عشان يجيبوا موظفين صغيرين. يلا بقى انزلي عشان الناس زمانهم جهزوا مستنينك. ناس مين يا حبيبي؟ الزباين زمانهم على وصول، ومش معقول هيفضلوا مستنينك لحد ما تنزلي. ما انا فهمتك، دول زباين تقال مش عايزين اي حد يشوفهم عندي، وانا فهمتهم ان هبقى لوحدي. يلا بقى انزلي. طب يا حبيبي انا مش هعطلك اكتر من كده. يا ريت. لا اله الا الله. باي باي. محمد رسول الله. خرجت خلاص. يا اهلا وسهلا بسيد الناس. لا 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 اتفضل جوه يا معلم. وانا بقول لنفسي الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه؟
وبقول الكباريه منور بتشريفك يا معلم، وبسأل نفسي الكباريه منور ليه؟ أتاري المعلم النوح ماشي عليه. اتفضل، نورت المكان يا معلم. ازيك يا بيضون؟ عايشين بحس اللي زيكم يا سيد الناس وعم العالم. شلبي أؤمرني. أحلى ترابيزة على البست للمعلم النوح. حساب الترابيزة كلها على حساب المحل، اللي يؤمر بيه يفكر فيه دست منه تحت رجليه. الترابيزة الملوك المستكوفي المستكانياصة لسيد المعلمين. لا أنا مش جاي على صهر. لا لا أنا كده هزعل يا معلم. يبقى نجيب إزازة ونشربها نغبة تشريفك لينا بالسلامة بالتلج والصودا وأحلى مزة لسيد المعلمين. برضو لا، لا زازة ولا يحزنون. أنا عايزك في كلمتين لوحدين يا ملط. جو يا شلبي. أنا ورا الباب لو عوزتني. مرني يا سيد الناس وعم العالم. ينفع اللي حصل لابني في محلك ده يا ملط؟ ينفع تبقى دي آخرتها؟ تصدق وتأمن بالله يا معلم؟ شبك ايدي في ايدك كده، وتشبيكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا كنت برا المحل بقضي مصلحة، لما رجعت هنا حكولي وتأثرت، انما انا لو موجود كنت خدت حقه تالت ومتلت. ده مين؟ ده براء النوح ابن سيد الناس وعم الجمال كلهم. اسمع يا ملط، حق ابني انا ممكن اخده الليلة، فاهم؟ الليلة واللي حصل ده تضيع فيه رقاب، وفي غمضة عين كان ممكن أول محل ده يبقى كوم تراب قضاء وقدر، لكن إحنا في مركب واحدة والكل بتشعلق في عرقوب التاني. عشان كده أنا جايلك لغرض محدد. مرني يا سيد الناس وعم الجمال. عايز اشوف الباشا اللي بيجرالي لو عدى بس عليا، بتوه وبنسى معرفش حتى فين راسي من رجليا. تعالى تعالى في حضني، تعالى تعالى بعدك قلبي في حالة. ما تيجي تعالى بقى، ما تيجي بقى تعالى بعدك قلبي. اللقاء التالي على انغام الفرقه الاساسيه نعيش ونستمتع. مش قادره دماغي هتفرقع. ايه برضه الصداع يا ابله؟ ايوه يا اختي الصداع، ما بنامش خالص، هنا سهر لغايه الصبح، يا دوبك الحق انام لي ساعه ولا ساعتين في البيت واقوم اشوف اللي وراي. مش عارفه اعمل ايه. يلا نجري، هاتي لي كوبايه قهوه ولا حاجه تصحصحني شويه. لحسن خميس ممكن يغير رايه ويجي، عايزه ابقى مفوقه. وهي القهوه بتضيع الصداع يا ابله؟ دي بتزوده وبتهلك الصحه على الفاضي. امال اعمل ايه يا ست الدكتور؟ تاخدي لك نص حبايه من الاحمر ده، هتوهوجي وتسهليلي وتقفي دداباني زي الجندي في الميدان، ولا تحسي بحاجه ابدا. خدي يا ستي. لا يا ماما، ماليش في البلبعه. بلبعه ايه؟ انت مفكراها حبوبها الوسم من بتاعه العيال دي؟ دي حبوب متجربه والكل ماشي بيها. هم الالاتيه اللي وراكي بيطبقوا بالليلتين ازاي؟ ما هم الاحمر دوا. جربي جربي، سمي ودوسي وعلى ضمتي. هاتي يا منيله. ايوه يا ستي، دي هتخليكي فله بسرعه. الميه عيني، دي طعمها وحش قوي. وحش ايه يا ستي؟ دي حمرا وجميله يا مانجا. انت يا حال، الله يخرب بيتك. اه خمسة وطيري. الحقنا يا باشا، الحقنا. احنا كده هيبتنا هتروح وسط الخلق، وانا قافل بقي بمين جزمة عشان خاطر عيون سعادتك والامر اللي ماشي على رقبة الكل. اهدى بس يا نوح. اهدى اهدى ازاي بس؟ والواد بيرجع لي كل يوم والتاني معاها من افندينا، وانا ماشي جنب الحيط يا باشا. كافي خيري شري، بس برضه احنا كبار واللي بيحصل ده كتير. ابنك هو اللي بيجر الشكل يا نوح. الواد معذور يا باشا، محروق عشان ترى خوه، ده انا ماسكه بالعافيه. بس بقى افندينا هو اللي سايب فيها، كل يوم والتاني يعوره ومره يهزقه وسط الخال وينقطه.
الله، ودي مش اصول يا باشا. عايز تسمع نصيحتي يا نوح؟ يا باشا نصيحتك خريطه نمشي عليها كلنا. ابعد ابنك عن خميس لو عايز تفضل كبير في السوق. هاي يا عمروتي. اهلا يا حبيبتي. سلمي على اونكلك نوح الاول. ازيك يا انكل؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. الكشري دي فريده؟ شوف كبرت ازاي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. ايوه كده، خلي النهار يطلع والشمس تبان. يا ما شاء الله، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. يا كان نفسنا نتعرف اكتر عشان البركه تزيد. اعزمي يا انكلك نوح على الحفله بتاعتك. لازم تيجي يا انكل. ان شاء الله، عبال الليله الكبيره يا بنتي. ان شاء الله. انا عايزك في حاجه. خلص كلام بس مع انكل نوح وبعدين نتكلم. يعني استناك هنا ولا اطلع اوضتي؟ شكلك خارجه، خلصي يومك وبعدين نتكلم بالليل. انا خارجه طول اليوم مع اصحابي، وانا بشوفك اصلا. بيكلميني في تليفون طمنيني عليك. يبقى شد ودن ابنك يا نوح عشان يفهم. انا مش عايز شغب تاني، وما فهمش شد ودنه تاني. انا مش عايز اتدخل لغايه دلوقتي. هم يا رجاله، مش هنقعد طول النهار نرص بالكام كرتونه دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. امن على الكراتين كويس يا مطر. حاضر. ها ممكن نطيرهم. انا يا حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شويه. يلا يا رجاله مفيش وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندينا. هنشون البضاعه اللي هنستلمها في الكراتين دي. ايوه امال ايه، دي كراتين متامنه واخر حلاوه. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعترف حاجه؟ الله. ايوه امال ايه. زوز هات كرتونه فرج يا فندينا. حاضر. اتفضل يا فندينا. الكرتونه دي طبقتين، طبقه فوق معسل وطبقه اللي تحت معسل، وفي النص هنشون البضاعه. يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده، البضاعه بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا. يعني لبسينها لبسينها. الله عليك يا معلمي. خليك في شغلك. هلا يا فندينا، دي عملية متجربة قبل كده كذا مرة وعدت. مش كل مرة تسلم الجرة يا خال، لازم يكون في فكر جديد. لازم الحكومة بقى عندها حاجات حديثة، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكر حديث. صح. مار يعني مثلاً مثلاً بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانة دي عايزة واحد نبيه، عايزة واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، أمر فندينا. هتحل الصاجة دي بتاعت أرضية الصندوق، وهتحط لي صاجة تانية تحت، وفوق منها ترص البضاعة، وفوق منيهم تحط صاجة تانية إنما دبل ومن غير مسامير. هتمسك إزاي من غير مسامير يا فندينا؟ اتقل يا خال، اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس يعني، كابس. لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله. محيرني انتوا الجوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي، انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خالي؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل، اكل عيشنا. ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت اهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطل، يلا عشان نازل الكراتين. تعال. واوعى تحطها. ناولني. خد يا ابني. خد يا زوز. ناول. يلا. هم يا رجاله. يلا يا اخوان انت وهو، يلا. ايه يا شو؟ كنت فين ده كله؟ انت مش عارف ان انا مسافر؟ عارف، بس كنت بقضي مصلحه وخلاص.
رجعت. طب يلا يا اختي خلي هدخل، بس انت بالراحة على نفسك شوي اعصابك. محمد رسول الله. جاهز يا خل؟ جاهز يا بندينا. خلاص نويته؟ ربنا معاك ويوقف لك ولادي الحلال ويبعد عنك الشر وكل عين بصلك برضي. أمانة يا أمي، ما تنسي تاخدي الدواء في ميعاده. أنا دوايا يا ابني إنك ترجع لي ناجح ورافع راسك ومرجع اسمك للسوق تاني. إن شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع ناجحين ومسؤولين. ما تقلعيش على خميس يا حاجة، إحنا كلنا في داه وفي ظهره. ربنا يحميكم من العين يا عمر. يلا بينا يا قمر. يلا يلا. اهلا 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 بريحة الحبايب وريحة اهالينا كمان. فضلان استريح. ايه يا معلم؟ مش هتعايل البضاعة عشان تمضينا على الوصل؟ مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعة. قومر يا كبير. عد رجالة المعلم هريدي وابعت للحاتي هات اللي يكفي وزيادة. حصل يا كبير. طول عمرك أهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش أي مخلوق على الأرض يحس إن أنا ليا أي دخل. عيب يا معلم، ودي كانت أول مرة؟ بس المرات دي بقى غير كل مرة. اتطمن يا معلم، حط في بطنك شادر بطنيخ صفر. العبها من أبعد حتة ممكن تطولها، مش لازم أي حد من رجالتك يبان فيها. ما أنا مش عاوز أسيب أي فرصة لأي غلطة مش محسوبة. اعتبره حصل. حس كده ده مش خسارة فيك. تسلم يا سيد المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري، إلهي يتسرق منك. بتقول حاجة يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، مالناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان حجرة ايه لو سيبنا رجالة الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا. كم قلبك يا خال؟ البضاعة دي احنا دافعين دم قلبنا فيها يا خميس. خليها على الله. والله على الله. الله. تظبط الشيشة؟ الشيشة زي كل يوم يا كبير. طابور من وشي. تحب اغيرها لك؟ قلت لك قول قول. لك السر على دماغك وافتح لك فتحة تانية. امرك يا كبير. امشي. امرك. القهوة يا كبير. أنا بقى هظبطها لك بإيدي. شوف كده. أنا شفت. شفت بالقوي قوي قوي قوي. وإيه رأيك؟
سبحان الله الشيشه ظبطت على الاخر. ايديكي فيها سحر. انت واقفه بعكره ليه؟ ما تقربي شويه، انا نظري ضعيف ما جيبش من هناك. ما تجيب رجلك. تعملي ايه؟ هعمل لك حاجه حلوه. ايه رايك؟ هي ايه؟ الشيشة؟ لا رجلي. طب وكده يا بت بغير. بتغير؟ لا 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 انا بغير اصلا. طب تعالى مش هخليك تغير. يا بت بغير ما تخليش اعلي صوتي. الله الله الله. وبعدين معاك خليك خليك حد يسمعنا. طب بالراحة بالراحة بالراحة. ايوه ايوه الله حلو كده. حلوة أوي. غير بقى. بشويش يا بنت بشويش. قربي شوية. أهو. معسل ده بتاعنا. ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راس افندينا.